كرة البداية مع الساحل مع زهير عبد الله. زهير عبد الله الكرة يلي بتنقطع من فريق الأنصار، الأنصار مع اللواتي بمنتصف ملعب، اللواتي بيتقدم اللواتي، وبيتعرض اللواتي للخطأ ببداية مباراة، ركلة حرة. اللواتي كان عم بيقول لي إذا سجل هدف رح يتوجه اليوم شربي للكاميرا اللواتي ويهدي الهدف. بركي الأمور كلها بتفتح بمباراة اليوم، يعني الأمال الأنصاريين اليوم كتير متفائلين قبل المباراة باعتبار أنه اليوم الأمور كلها لازم تنحل والعقدة يخلصوا منها ويبلش مسلسل الانتصارات. يعني طبعا مش بس يهدي الهدف، هدف اكيد بده يهدئ الامور بشكل كتير كبير بالمدرجات الانصارية. ثلاث هزائم متتالية للانصار وبمباريات مفصلية، عم نحكي عن نهائي كأس النخبة، عم نحكي عن الكأس السوبر امام العاد، وعم نحكي طبعا عن بداية المشوار بالديربي امام النجم. اليوم الانصار مطالب بالفوز، مطالب بالثأر من شباب الساحل من دون شك، مطالب بتحقيق نتيجة جيدة واكيد اداء جيد يقدر من خلاله يقدم نفسه مرة جديدة كمنافس جدي على لقب دوري ألفا. أيضا الإشارة إلى مباراة أخرى عم تقام بحمدون بين الصفا والشباب الغازية، تقريبا الدقيقة 30، التعادل سلبي لا يزال مسيطر. أكيد رح أكون معكم ونوفيكم بالنتيجة أول بأول بهاللقاء بالوقت يلي في محاولات أنصارية ببداية اللقاء. الأنصار من يمين الشاشة إلى يساره بلونه الأخضر التقليدي عم بيهاجم، بعكسه شباب الساحل من يسار الشاشة إلى يمينه باللون الأزرق التقليدي طبعا. فلمين رح تكون الغلبة بهالمباراة المنتظرة؟ هي المباراة العنوان إلى جانب ديربي برج البراجنة، واللي حسمه البرج امبارح بهدفين نظيفين ليكون بالصدارة بست نقاط طبعا بفارق الأهداف عن النجمة اللي أيضا عنده ست نقاط. وبالتالي اليوم بيأمل شباب الساحل أنه يفوز وينضم لهم من بعد ما حقق الفوز بالمرحلة الافتتاحية. كورنر حاليا لفريق الأنصار مع حسام اللواتي دائما موجود بوسط الملعب الى جانب عدنان حيدر. اليوم حسين حواضه عم يكون كجناح ايمن بدلا من سوني سعد. الكره ملعوبه من اللواتي اللي داخل المنطقه، حسين رزق نونا عم يقطع بالراس. عوده نصار الى التشكيل الاساسيه لاول مره من وقت اصابته بالموسم الماضي وغيابه لفتره طويله عن الملاعب. اكيد بنتمنى لنصار كل التوفيق، لاعب منتخبنا الوطني يلي بدون شك له تاثيره الايجابي بالتشكيله الانصاريه مع عودته اليوم. ركلة مرمى عند علي ظاهر طبعا، مباراة جميلة جدا تبعناها بنهائي كأس النخبة بين الفريقين، المباراة يلي تعادلوا خلالها 3-3 بالوقت الأصلي و 5-3 ركلات الترجيح كانت عم تحسم النتيجة لمصلحة الساحليين. الكرة مقطوعة بالرأس من دفاع الأنصار بوسط الملعب، عباس عاصي، حسن كوراني عم يتدخل على الكرة، الشبريكو. الصراع على الجهة اليمنى راح تشوفوه كتير كبير بين الشبريكو وحسن كوراني، واحد من مسجلي أهداف الساحل بمرمى الغازية. يوم حسن شعيتو موني أيضا عم بيعود إلى التشكيلة الأساسية. زهير عبد الله راح نشوف إذا كومبينيشن موني مع طوق الحاج مالك وحسين عواضة بغياب سوني سعد رح تكون ناجحه على الصعيد الهجومي، ويقدر الانصار يسجل اول اهدافه بدوري الفا لموسم 2019-2020. هيدا المعطوق بيلعب الكره لعند اللواتي، اللواتي التمرير الاماميه، الخطوره الانصاريه داخل منطقه الجزاء الساحليه، الكره مقطوعه مره جديده من حسين عواضه، بتبقى انصاريه، بتبقى مع مين؟ بتبقى مع موني، مع الحاج بالك داخل منطقه الجزاء، الدربكه موجوده لكن كوليبالي هو عم يقطعه، وتسديد هالمره البعيده بقدمه اليسرى للواتي الى خارج ارض الملعب. هيدا عباس عطوي اكبر اللاعبين سنا على ارض الملعب لكن شيخ الشباب بالاداء، ايضا قدر يسجل بالمباراه الاولى امام الشباب الغازيه، هو اللي كان عم يفتتح التسجيل ومهد لفوز شباب الساحل. علي ظاهر يلعب ركله المرمى مباشره لعند البيطار، ايضا عوده البيطار الى التشكيل الاساسي بالوقت يلي عباس عطوي بيلعب الكره لعند الكوراني، الكوراني على الجهه اليمنى بيحاول يتقدم بواكبه شبريكو ما بيقدر ينجح انه يقص الكره العرضيه، بتروح لعند البيطار سريعا الكره الامام باتجاهه للحاج مالك. علي عبود هو يلي عم يقطع الكره، نصار على الجهه اليمنى، التقدم من المعطوق، دور حر بالتاكيد للمعطوق اليوم على ارض الملعب. حسن معطوق عم يتقدم، عم يواصل تقدمه المعطوق على الجهه اليمنى. حسين عواضه، العواضه شو ممكن يعمل بهالكره؟ رح يلعب الكره العرضيه لكن لوين يا عواضه؟ الكره بعيده جدا الى خارج ارض الملعب.
بالوقت يلي كريم حاجي اللاعب السنغالي بصفوف الصفا عم يفتتح التسجيل بالدقيقة 36. إذن الصفا عم يتقدم بمحمدون 1-0 على الغزية. رمي التمييز لشباب الساحل، شوفوا لاعبي الأنصار كلهم عم يتقدموا ليمنعوا الساحل من انه يخرج بهالكرة، عم يجربوا يعملوا البريسنج العالي. لاعبي فريق الأنصار، علي عبود بيلعب الكرة للأمام، البيطار بيقطع بطريقة ذكية مباشرة لعند اللواتي، اللواتي أيضا الكرة الأمامية الطويلة باتجاه المعتوق لكن بعيدة بعيدة جدا. الأفضل طبعا بالنسبة للأنصار فارس هو يلعب الكرات القصيرة، وبالتالي بوجود اللاعبين المهاريين مثل حسن معتوق ومثل حسن شعيتو موني بيقدروا يخترقوا منطقة جزاء بأي لحظة وبيقدروا يهددوا مرمى علي طاهر. 6 دقائق على بداية المباراة والنتيجة التعادل السلبي، المحاولات الأنصارية نوعا ما عم بتكون أبرز بس من دون الخطورة على مرمى الساحل. بمنتصف ملعب فريق شباب الساحل عم بيحصل على خطأ بهالوقت، داوودا ديمي لاعب السنغالي عم بيحصل على خطأ، واليوم تشكيلة الأنصارية بتضم 3 لاعبين أجانب بينما تشكيلة الساحل بتضم 2 لاعبين أجنبيين. على السريع ذكر بنتائج هالمرحلة، لخاء الأهلي علي كان عم يتغلب على هالملعب على فريق طرابلس بنتيجة 2-0، النجمة على التضامن صور 2-1، البرج على شباب البرج 2-0، والصفا حاليا متقدم على الغزية بنتيجة 1-0. هذا بالنسبة لنتائج هالمرحلة، كل التوفيق بنتمني لفريق العهد على أمل نهار الثلاثة ينهي مباراته مع الجزيرة الأردني بالفوز والتأهل إلى نهائي غرب آسيا ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بالأحرى يكون لقب لبناني، هذا اللي بنتمنيه يا رب نهار الثلاثة. وحاليا الكرة مع فريق الأنصار، حسن معتوق يلي عم يرتد للخلف ليمرر الكرة، عم بينطلق بالهجمة المعتوق، الكرة ناحية اليمين نصار بيلعب للمعتوق، المعتوق داخل منطقة الجزاء، عليه لاعبين، عليه 3، عليه 4، ممنوع المعتوق يتحرك، ممنوع المعتوق يقرب لأنه المعتوق خطر كثير بمواجهة المرمى. الحج مالك بعدنا بانتظار نشوف الحج مالك يلي بنعرفه الموسم الماضي والموسم اللي قبله. الموسم الماضي الحج مالك أنهى البطولة ب 19 هدف وبصدارة الهدافين بالمركز الأول. موني سجل 7 أهداف للأنصار الموسم الماضي، سوني سعد سجل 6 أهداف، اللواتي 6 أهداف، عباس عطوي أوليكا سجل 5 أهداف. من ناحية شباب الساحل عبد العزيز نداي اللي موجود على مائدة الاحتياط كان أبرز الهدافين مع 9 أهداف. كوراني على الجهة اليمنى، كوراني بده يجرب يحصل على شيء على ركلة ركنية إذا قدر أو خطأ، الكوراني معه أبو بكر كمارة، الكوراني ذكي كثير بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وبيشتتها اللواتي يلي بيرتد للدفاع، بكاري كوليبالي يلي كثير بيتقدم ليساند خط الهجوم، داوودا داخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق شباب الساحل بيبعدها أبو بكر كمارة باللحظات الأخيرة وبيبعد الخطر المؤقت عن مرمي. ركلة ركنية لفريق الساحل، شوفوا داوودا التبريرة الأمامية وأبو بكر كمارة يلي بيبعدها قبل ما تشكل خطورة على مرمى نزيه أسعد. ركلة ركنية لفريق شباب الساحل، فريق منه سهل أبدا، بدكم تحسبوا له حساب كل الفرق يلي بدها تلعب بمواجهة الساحل، كل الفرق البقية ال 11 عملوا حساب كبير. محمد حمود على التنفيذ، محمد حمود لاعب الأنصار السابق، محمد حمود بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها الحج مالك، كرة رأسية بتوصل لعند نصار ما قدر يوصل لها نصار لخارج الملعب. رامي التباس ساحلية، الحج حمود من جهة ونزار محروس من جهة تانية، والتعليمات يلي ما عم تهدأ أبدا للاعبين فريق الساحل يلي بيت ليلته بالألمون مبارح. كرة هون من علي ظاهر أمامية، كنترول رائع من حسين رزق نونا، بيرجع بيخسر الكرة بتروح لعند المعتوق، المعتوق بيلعب الكرة أمامية لعند موني على الجهة اليسرى، بيتقدم معه زهير عبد الله بيدخل منطقة الجزاء، موني رح يجرب يعمل شيء وبالنهاية ما زال الخطر موجود بشتى وقت كثير لأنه كوليبالي بيتدخل بالوقت المناسب. داوودا مكسب كتير كبير
لفريق شباب الساحل. أحو هيدا هو داوودا، انتقل من فريق البقاع، لاعب ذكي كتير بيعرف شو بده المدرب منه بأرض الملعب. عباس عطوي لاعب الخبرة، لعن زهير عبد الله أيضا لاعب الخبرة، كوليبالي، عباس عاصي بمنتصف ملعب، وين ما كان بتشوفوا داوودا بكل الأماكن بالملعب، صاحب الرقم 90 لاعب السنغالي. بتنتقل للواتي، لواتي بيلعب الكرة لمعتوق داخل منطقة الجزاء، بيحميها كوليبالي مثل ما لازم. يعني دايما الأنظار على معتوق والأنظار على الحج مالك، تعليمات الحج حمود واضحة، ممنوع هاللاعبين يقدروا يتحركوا مثل ما بدهم بمنطقة الجزاء. لاعبين خطرين كتير، وبآخر مباراة انتهت بيناتهم بالتعادل 3-3. عباس عطوي، حسن معتوق والحج مالك سجلوا للأنصار، بينما عباس عطوي الساحل، داوودا وكوليبالي كانوا عم بيسجلوا أهداف شباب الساحل قبل ما يروح شباب الساحل ويحرز كأس النخبة بركلات الترجيح البنالتي يلي سمحت انه يكون عندهم لقب من بعد لقبهم الاول والاخير يلي هو كاس لبنان بموسم 99-2000، وقتها على ملعب بيروت البلدي تغلبوا على الصفا بعد التعادل 1-1 بركلات الترجيح، وكان اللقب الرسمي الوحيد وقتها لفريق شباب الساحل. يعني شربي المباراه بعد مرور 12 دقيقه نوعا ما متكافئه، مع فينا نقول افضليه نسبيه بخط الوسط عم بتكون من ناحية فريق الأنصار يلي عم بجرب بكل الطرق يعمل شيء ليوصل لمرمى الساحل. يعني طبعا أمر طبيعي أنه الحذر يكون موجود ببداية المباراة من الطرفين، وخصوصا بيعرفوا بعضهم كتير منيح، بيعرفوا بعضهم من خلال نهائي كأس النخبة، بيعطفوا تأثير كل واحد منهم على الصعيد الهجومي. أي خطأ ممكن يكون مكلف، الساحل بيعرف كتير منيح كيف يتعامل مع الأنصار. الساحل فريق منظم جدا، وهذا الأمر طبعا بصعب الأمور على الأنصار تحديدا لمحاولة اختراق المنطقة الساحلية. مع حسام اللواتي بالوقت الدقيقة 40 بمباراة الصفا والشباب الغازية، عم تحمل الجديد عمر الكردي عم بيسجل الهدف الثاني لفريق الصفا، 2-0 إذا النتيجة أصبحت للصفا على الصفا على حساب الغازية. كرة على الجهة اليمنى حاليا مع اللواتي، اللواتي بيعكس الكرة العرضية، زهير عبد الله بيقطعها، بتروح لوين؟ بتروح للكوراني، بتبقى أنصارية مع الشبريكو. الأنصار عم يستحوذ بشكل أكبر، حاضر بتركيز كتير كبير، الكرة داخل أرض الملعب، لا خرجت يا معتوق، خرجت يا معتوق. رمي التميز للساحل، زهير عبد الله، عباس عاصي، حسن كوراني، ترجع للخلف لعند زهير بوسط الملعب، حسين رزق للحمود، شوفوا كيف بيمرروا الكره لاعبي الساحل، دائما بيحاولوا مع المحاوله مع هالمحاولة الخطيرة لحيدر عواض، اللاعب يلي بالمباراة أمام الغازية جرب كتير واليوم كان أقرب من أي وقت مضى لتسجيل الهدف الافتتاحي. قرار صحيح من الحكم المساعد عدنان عبد الله، لبل قرار ممتاز، ما في اي تسلل ابدا بالكره الاخيره، حيدر عواضه قدر يكسر مصيده التسلل ويواجه نزيه اسعد، لكن ما قدرت تسديدته مثل ما عم نشوف بالاعاده تكون مركزه هون الى جانب المرمى. كره على الجهه اليمنى ملعوبه مره جديده، حسين عواضه، العواضه بيلعب الكره العرضيه الى خارج ارض الملعب، راح تبقى مع الانصار. بتبقى مع الساحل،
حسين رزق هو اللي عم يجرب ينطلق على الجهه اليسرى. حسين رزق مقطوعه من جديد من لواتي الانصار، يعني باستثناء الكره اللي هرب فيها حيدر عواضه وكاد يفتتح التسجيل، انصار ثابت على الصعيد الدفاع، عم يعرف يتعامل مع المحاولات الساحليه. كرة ملعوبة هون لحسن كوراني، شوفوا بتجربوا دائما يلاقوا المساحة الخالية لاعبي شباب الساحل يلعبوا خلالها الكرات طبعا، والتركيز على الجهة اليمنى تحديدا عند الكوراني. شبريكو عند موني، ايضا شبريكو بحاول يمر، ممتاز شبريكو بالكرة الأخيرة بيلعبها للأمام للحج مالك، لكن الكرة مجددا عم بتطول ومباشرة لعند علي ظاهر. 16 دقيقة مرت على بداية اللقاء، إذا ما فيش يتغير، التعادل السلبي بين الأنصار وضيفه شباب الساحل. طبعا المباراة كانت مقررة على ملعب بيروت البلدي، لكن حالة الملعب وأرضية الملعب ما بتسمح أكيد بإقامة مباراة فوتبول، بانتظار بتم صيانته ليظهر أقله بالشكل يلي ظهر عليه مع عودته بالموسم الماضي حيث استضاف العديد من المباريات. كرة إلى خارج أرض الملعب، نزيه أسعد مرة جديدة. الساحل فاز مرة واحدة بالدوري على الأنصار وكانت بأربع أيار عام 2002 بنتيجة 3-2، وباقي المباريات الـ 24 انتصار لمصلحة الأنصار. بالوقت يلي الشوط الأول من مباراة الصفا والشباب الغزية عم ينتهي بتقدم صفاوي 2-0 بهدفي كريم حاجي السنغالي وعمر الكردي. محاولة ساحلية مرة جديدة على الجهة اليسرى، داوودا بيلعب الكرة للأمام، الخطورة ممكن تكون موجودة مع تقدم عباس عطوي. من جديد مقطوع البيطار، كرة أمامية ممكن التسديد من الكوراني، لكن كمارا موجود، الكوراني بيحافظ على كرته، ممتاز يلي عم يعمله الشغل رقم 20 كوراني. بعيد الخلف لعند زهير عبد الله، زهير بيلعب الكرة على العرضية، داوودا خطير داخل منطقة الجزاء، داوودا التسديد من داوودا ديمي إلى كورنر أول لشباب الساحل، الأمر الواضح فارس بالكورنر الثاني لشباب الساحل. داوودا خطير جدا بتحركه باللا مركزيه اللي عم يعتمدها ممكن باي لحظه نشوفه بمواجهه شباك نزيه اسعد. يعني الواضح انه فريق شباب الساحل عم بيكون بهاللحظات اخطر من ناحيه الوجود والتواجد داخل منطقه الجزاء، يعني الواضح انه مع الانفراد التام لحيدر عواضه مع تسديد داوودا بيقدر الساحل باي لحظه يسجل هدف اذا ما انتبهوا منيح دفاع فريق الانصار، ما بينتركوا ابدا مهاجمي الساحل. وركلة ركلية عم بتكون بهالوقت لعباس عطوي، عباس عطوي على التنفيذ، ركلة ركلية بكاري كوليبالي بيتقدم وبقية اللاعبين، كرة رأسية بيبعدها حسين عواضة، حسين عواضة ممتاز ممتاز، بتروح الكرة لعند الحج مالك اللي بيتعرض لعرقلة واضحة، خطأ واضح من كوليبالي والبطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء لكوليبالي، أول بطاقة صفراء بالمباراة وأول بطاقة صفراء لكوليبالي بالدوري اللبناني باعتبار أنه الساحل كان عنده بطاقة وحيدة بمباراة الغزية لنونا حسين رزق، بينما فريق الأنصار كان عنده خمس بطاقات صفر بمباراته مع النجمي. كرة بتتحرك بمنتصف ملعب، موني بيتقدم لمين؟ بيلعب الكرة على الجهة اليمنى لنصار، نصار بيلعبها أمامية، فرصة لفريق الأنصار بس علي ظاهر بيطلع من مرميه، أسرع علي ظاهر، الكرة طويلة كانت على اللواتي، علي ظاهر راح يلتقطها بكل سهولة، تنتقل لفريق شباب الساحل، عباس عطوي بيلعب الكرة أمامية بده يبعدها، البيطار حسن بيطار ما راح يتركها أبدا، موني بمنتصف ملعب بغير اتجاه الكرة لعند الشبريكو منه لأبو بكر، أبو بكر كمارا آخر اللاعبين اللي التحقوا بصفوف فريق الأنصار لهالموسم، يعني غياب سوني سعد، غياب معتز بالله الجنادي، وغياب عبد الله طالب خلطوا وراء نزار محروس بمباراة اليوم،
ما كان عامل هالحسابات ابدا، خاصه مع غياب معتز وسوني سعد يلي كان موجود بالتشكيله الاساسيه. كره مع الساحل، عباس عطوي بمرر بهالوقت للكوراني، الكوراني اماميه بده ينتبه البيطار، اخر واحد بيطار بده ينتبه البيطار، وفي خطا، في خطا واضح كان لصالح فريق الانصار. 20 دقيقة على بداية المباراة والفرص إذا بدكم الساحلية أخطر من فريق الأنصار، الاستحواذ أنصاري، الفرص ساحلية من بداية المباراة. الشبريكو بمرر لموني، موني بيتقدم، موني بيتخطى عباس عاصي بس مش لوقت كتير. فريق الساحل فريق كبير، فريق عمل شغل كتير كبير الحش حمود فعلا مع فريق شباب الساحل. الموسم الماضي فريق الساحل انهى البطوله بالمركز الخامس مع 8 انتصارات 4 تعادلات و10 خسائر، انهى الدوري مع 28 نقطه، سجل 32 هدف ودخل مرمى 32 هدف. جمهور فريق شباب الساحل اللي عم يتوجهوا ليكونوا على المدرج المواجه لمدرج فريق الانصار، مع الحلة الجديدة والإعلانات والصورة الرائعة اللي عم تشوفوها من داخل ملاعب كرة قدم، رامي تماس، شبريكو لأبو بكر، أبو بكر للشبريكو على السريع بده يشيل الكرة، كوليبالي بحضرها لعند زهير، زهير عبد الله يعني بحال، خلينا نتابع الكرة ونشوف شو راح يعمل. الله 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 يا عباس عطوي، الله يا عباس عطوي، شو هاللاعب الرائع، شو هالخبرة الموجودة. كرة كان عم بيرفعها هون لحيدر عوضة، حيدر عوضة يلي انتقل لفريق شباب الساحل من الأهلي النبطية. بالإعادة بنرجع بنشوف الكرة الرأسية لخارج الملعب، كان في مطالبة بركلة ركنية، لا ما في كورنر أبدا، في ركلة مرمى واضحة كانت الأمور. وفريق شباب الساحل عم بيتابع مثله مثل الأنصار، الضغط فينا نقول متكافئ، وجمهور الساحل يلي عم بياخد مكانه بالمدرج اجوا من بيروت لمؤازرة فريق شباب الساحل، عم نشوفهم وجمهور الأنصار يلي معبى المدرج المخصص لإله. موني 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 بمرر لشبريكو، شبريكو كمان مرة لموني. لاحظوا كيف كل لاعبي الساحل بيرتدوا، تعليمات الحاج حمود واضحة، كلهم بيرتدوا مع أي هجمة أنصارية، بدهم يسكروا منطقتهم تيمنعوا لاعبي فريق الأنصار إنه يتحركوا ويكونوا مرتاحين ببناء الهجمة. نصار 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 على الجهة اليمنى، نصار نصار بيرفع الكرة بعيدة بتمر عن الحاج مالك، بتمر عن زهير عبد الله، بترجع لعند الشبريكو، الشبريكو على الجهة اليسرى بيتقدم الشبريكو معه زهير عبد الله، شبريكو بس زهير عبد الله بيقطع الكرة، زهير عبد الله وبحط الكرة بكل روح رياضية لخارج الملعب بسبب إصابة شبريكو بالاحتكاك اللي صار بينه وبين زهير عبد الله. فريق الأنصار يلي رح يرجع الكرة هلا لفريق شباب الساحل. ايضا معتز باللهج نادي صار موجود الى جانبنا بالمنصه، الى جانب المنصه الرئيسيه، كمان تعرض للاصابه وما راح يقدر يشارك ابدا بمباراه اليوم. بكاري كوليبالي اللاعب السنغالي مصدر امين دفاع فريق شباب الساحل. عدنان حيدر بمنتصف ملعب بيتقدم، يعني بعد ما شفنا من بدايه المباراه اي فرصه خطره لفريق الانصار، حسن معتوق، حسن معتوق، حسن معتوق بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء بيبعدها دفاع الساحل، ترتد مع عباس عطوي، عباس عطوي بيلعب الكره اماميه مقطوعه كمان، ابو بكر، ابو بكر يعني إذا رح يقدر يشارك بهالمباراة عبد العزيز نداي، معقول كتير نشوف اللاعب السنغالي بالشوط الثاني أو بالوقت المخصص لإله حسب ما طبيب الفريق بيقول، معقول نشوفه بدلا من حيدر عواضة أو أحد اللاعبين بمركز خط الهجوم. يعني 25 دقيقة شربل على بداية المباراة، ما تغير شيء، النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين،
مباشرة من طرابلس. يعني بصراحة كنت متوقع أنه بداية المباراة تكون سلبية، تكون بأداء وحذر دفاعي، لكن مش لهالدرجة من فريق الأنصار وشباب الساحل. على كل حال الصراع الكبير، المعركة الكبيرة هي بوسط الملعب للسيطرة للاستحواذ، لكن داوود الدياميه حاليا هو عم ينطلق مثل السهم على الجهة اليسرى، بعيد الكرة للخلف لعند الرقم 10 عباس عطوي. عباس عم يستلم أيضا من ميلة الشمال، بعيد على الخلف لعند حسين رزق. نونا، نونا هو يلي عم يتقدم، نونا منو لعند داوودا، ايضا الحمود تقل. الساحل حاليا كله على الجهه اليسرى، لكن عم يتوقف المره عند حسن بيطار يلي عم يقدم مباراه دفاعيه جيده اليوم. كره على الجهه اليمنى حسام اللواتي مره جديده، اللواتي بيلعبها للمعتوق، المعتوق عم يمر، المعتوق عم بيروح، لكن ايضا الكره مقطوعه بوسط الملعب مرة جديدة. محاولة للمرور، المرة عم ينجح حسين رزق انه يمر، 3 على 3 الرزق بيقرب، الرزق بيتقدم، الرزق بيسدد. حلو كثير هالتسديدة من نونا، كانت قريبة جدا من مرمي لنزيه اسعد. يا سلام على الهجمة الساحلية، 3 على 3 واختار التسديد حسين رزق. شوفوا من اي مسافة، من حوالي 25 متر سدد كرة قوية إلى جانب نزيه اسعد. ما معقول ما لتسديد صاروخيك لو أصابت المرمى، كنا رح نشوف الهدف الأول بمباراة اليوم، واحد من أجمل الأهداف يلي سجلت لحد هالوقت بالتأكيد بدوري ألفا. شبريكو للخلف مرة جديدة، أبو بكر كمارا، كمارا عم يتقدم، بيلعب الكرة للأمام لعند الحاج مالك. حاج مالك بحافظ على كرته، ما في أي خطأ، في خطأ بلا، في خطا على بكاري كوليبالي مثل خياله للحاج مالك، ما عم يتركه بكل الملعب، عم بيكون الى جانب مواطنه السنغالي. نعرف انه اللاعبين الاجانب وخصوصا اللي بيحملوا نفس الجنسيه بيكونوا قراب من بعضهم ببلاد الاغتراب، لكن كوليبالي قريب جدا من الحاج مالك، عم بيكون على ارض الملعب وبالتالي عم يمنعه من التحرك بالشكل المطلوب من صناعه الخطوره. حاضر غائب هداف الدوري بالموسم الماضي ب 19 هدف، الوقت على المرور ممتاز هون على الجهه اليمنى من اللواتي اللي عم يكسب رميه التماس. مين راح يفتتح التسجيل قبل نهايه الشوط الاول؟ هيدا اللواتي عم يحاول يخترق، لكن الكره خرجت يا لواتي. خطأ لمصلحة الساحل حاليا. كرة مع العطوي بيلعبها للأمام لعند حيدر عوادة، رأس الحرب الوحيد بغياب عبد العزيز نداي بتشكيلة الساحل. موجود نداي اليوم على مقاعد البدلاء بعكس المباراة الماضية، حيث كان عم يتابع المباراة من المدرجات. أيضا غياب حسين حيدر لا شك أنه مؤثر على الحسابات الهجومية للحش حمود بالوقت يلي الكرة العرضية من محمد حمود اللي داخل منطقة جزاء، الخطورة من حيدر عوادة. حيدر 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 بيحاول يستدير على نفسه، عم يتوقف من الشبريكو، أيضا كرته وتمريرته خاطئة بتروح لموني. اليوم لاعبي الأنصار يلي هن بالشق الهجومي عم يعملوا شغل منيح بالدفاع. شفتوا موني وين كان موجود؟ كان موجود داخل منطقة جزاء ليقطع الكرة بالوقت يلي المعتوق عم يقطع عم يمر، ممكن هدف أول بالمباراة مع المعتوق. المعتوق 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 مالك، لكن طل مثل البدر من ملعب طرابلس وسجل اول اهدافه بدوري الفا. جليت شباب الساحل في يقول عنه بالموسم الماضي من اصل 7 اهداف سجلها الانصار بمرمى شباب الساحل، 4 منهم كانوا للحاج مالك بالتخصص يا ملك منطقه الجزاء، لكن الشغل الكبير من عمله نجم الانصار الجديد حسن معتوق بالمرور، حسن معتوق بالمهاره، حسن معتوق بالتمريره الذهبيه الى صاحب اللمسه الذهبيه امام الشباك. الحاج مالك طال عم يسجل اول اهداف المباراه على وقع احتفالات الانصاريين، الفرحه الكبيره لجمهور الاخضر الكبير
المتواجد بطرابلس واحد الأنصار، صفر الساحل تحديدا بالدقيقة 30. الحج مالك ومعتوق عم يولعوا المباراة، عم يخلوا الأجواء بطرابلس أجواء فرحة، أجواء انتصار للأنصار يلي عم يتقدم بالوقت الحالي بهدفه. إذن للحج مالك 30 دقيقة مرت، 30 دقيقة جميلة جدا تبعناها عبر شاشة الام تي في، و30 دقيقة قدر من خلالها الأنصار ياخذ التقدم. قلت الأنصار عم يعرف كيف عم بيهاجم، قلت الأنصار أهم شيء عم يعمله اليوم ببساطة هو طريقة الدفاع والتعامل بالدفاع تحديدا، مثل ما قلت اللاعبين يلي هن موجودين بالشق الهجومي كيف عم يقدروا يتصرفوا بشكل صحيح فارس، وهيدا الامر سمح للمعتوق انه يخرج على غفله ويطير على الجهه اليمنى ويلعب العرضيه، وبالتالي الحج مالك يسجل اول اهداف اللقاء، وبدون شك هدف رح يشعل الامور بشكل كثير كبير. الانصار واحد، المباراه اللي تعتبر على ارض فريق الانصار، الانصار اللي اعتمد ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي ارض له باعتبار انه ملعب بيروت البلدي منه جاهز. الانصار واحد، شباب الساحل صفر. المباراه اللي عم تتابع قبل 14 دقيقه من نهايه الوقت القصري لزمن الشوط الاول، حج مالك كمان مره عم يضرب بايد من حديد، كل مره بيواجه شباب الساحل والحج مالك عم بيكون موجود عم بيسجل وعم بيقدر يخلي فريقه يتقدم هالمره. ثلاث نقاط غاليين كثير، والا الانصار غير نتيجه الفوز تعتبر نكبه وخساره لإله، حتى التعادل ما راح يكون راضي عنه ابدا فريق الانصار بعد خسارته الاولى قدام فريق النجمه. لازم يرجع الانصار ينطلق ولازم يرجع لسكه الانتصارات. حاليا كره بمنتصف ملعب أنصارية عالية لعند حسين عواضة، حسين عواضة على الجهة اليسرى لعند المعتوق أبو علي، بيتقدم المعتوق، بيدخل منطقة الجزاء، المعتوق بيدخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة بالعرض، بيبعدها دفاع فريق شباب الساحل، بيبعد الكرة بالوقت المناسب، علي عبود تحديدا يلي كان عم بيبعد الكرة ليبعد الخطر عن مرميه والهدف الثاني الأنصاري، إذا صار بتصير الأمور صعبة كثير على فريق شباب الساحل. حسن بيطار بمرر لنصار، نصار بيخسر الكرة من داوودة، داوودة بيلعب الكرة لعند حيدر عواضة، الونطو بعيدة ما بتشكل خطورة أبدا على مرمى الأنصار. نزيه أسعد عم بياخذ كل وقته، نزيه ابن طرابلس، نزيه ابن هالملعب إذا بدكم، بيعرفوا كثير منيح لأنه كان يلعب مع فريق طرابلس. هيدا نزار محروس، نزار محروس منه راضي كثير عن أداء الفريق. حسن بيطار بيرجع الكرة لعند نزيه أسعد، بيلعبها أمامية للحج مالك، الحج مالك رجع لسكة التهديف، الحج مالك وقت بيكون بخير الأنصار بألف خير. زهير عبد الله ببرر لعباس عطوي، عباس عطوي بده يلعبها أمامية، فرصة لفريق شباب الساحل، الله النتيجة، وورا هالاسيست لاعب الخبرة، لاعب الذكي يلي ما بيخطر ابدا، عباس عطوي داوودة عم بيسدد، عم بيسجل على يسار نزيه اسعد وعم بيعدل الارقام 1-1. هول هن شباب الساحل، شباب الساحل بيقدروا يردوا باي لحظة، وبينترك داوودة، لا ما بينترك داوودة لأنه من بداية المباراة عم بدق الباب. هيدا عباس عطوي مرر لداوودة وداوودة سدد، ما بيقدر يعمل لها شيء أبدا نزيه أسعد. داوودة من بداية المباراة عم بيهدد مرمى الأنصار، يلي بده يدق الباب بده يسمع الجواب، وهذا يلي صار، عدل النتيجة 1-1 ورجعت المباراة انطلقت من جديد. يعني بآخر خمس دقائق هدفين بهالمباراة رح يعطوا حلاوة أكثر وجمال ورونق للمباراة، بس كنت عم بقول بدكم تنتبهوا من شباب الساحل، بأي لحظة بيقدر شباب الساحل يضرب، بأي لحظة بيقدر يسجل شباب الساحل.
كرة حاليا مع الكوراني، الكوراني بيتقدم 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 بيتقدم، الكوراني بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، مش مقبول مش مقبول. وين دفاع الأنصار؟ وين دفاع الأنصار من هالكرات؟ وين دفاع الأنصار؟ اليوم حيدر عواضة منه موفق، لو موفق اليوم حيدر عواضة كان النتيجة تغيرت كتير والأمور كانت صعبة كتير على فريق الأنصار. يعني يلي عم نشوفه في مشكلة دفاعية مع غياب معتز بالله الجنادي اليوم بهالمباراة، أكيد رح يدركها نزار محروس بين الشوطين، في أمور كتير لا يحكيها ولو بعد في عشر دقايق. بالشربل الواضح من انفراد حيدر عواضة، من هدف داوودا، من فرص الساحل، من الكرة الرأسية حاليا لحيدر، في مشكلة بدفاع الأنصار. ولا شك أنه الساحل عم يجاري الأنصار، عم يكون ند له بالوقت يلي المعطوه المرة، متسلل على الجهة اليسرى، متسلل كان المعطوه أول تمريرة حاسمة بدوري ألفا هالموسم. عم تكون إلى الحاج مالك هداف الدوري بالموسمين الأخيرين، 15 هدف بموسمه الأول بلبنان، 19 هدف بموسمه الثاني. طبعا عم بحكي على صعيد الدوري، ومثل ما ذكرت الأنصار ذهابا بالموسم الماضي كان عم يفوز 4-0 على شباب الساحل، هاتريك للحاج مالك إلى جانب هدف حسن بيطار، وبالإياب 3-2 كانت النتيجة. موني صوني والحاج مالك أيضا سجل مقابل هدفي حسن كوراني وعبد العزيز الداي، مجدد الانطلاع على الجهة اليمنى مع العواضة، سينو بيخلي الكرة معه منه لعند اللواتي، التمرات السريعة هيدي هي قلت المفتاح، هيدي قلت السلاح الفعال بشكل كبير بالنسبة للأنصار. ممكن تكون بالوقت يعني في خطأ ماهر عليه، ابن مدينة طرابلس هو يلي عم يدير المباراة اليوم. بالوقت يلي موني مصاب على أرض الملعب، الأنصار عنده ركلة حرة من مكان مناسب جدا لاستعادة التقطب بهالمباراة الجميلة المتكافئة. أكيد شباب الساحل عنده فرص خطيرة جدا لحد الوقت، لكن الأنصار أيضا الفعالية موجودة بوجود موني والمعتوق. هيدي تمريرة معتوق لموني والخطأ يلي احتسب لمصلحة الرقم 20، ركلة حرة من مكان مناسب جدا بالمناسبة لحسن معتوق تحديدا لمحاولة إصابة الشباك، فراح ينجح المعتوق بتسجيل أول أهدافه بالدوري بقميص الأنصار من بعد ما كان سجل على هالملعب بالتحديد بمباراته أمام النجمة ضمن كأس النخبة، ولوحة جماهيرية أنصرية جميلة جدا من كل الأعمار من كل المناطق، كبار صغار عم يصرخوا أنصار وعم يحتفلوا كانوا بالهدف الأنصاري الأول. لكن ممكن من بعده نشوف هدف ثاني لأنه حسن معتوق حسام اللواتي جاهزين لتنفيذ الركلة الحرة. ماهر علي عم وقف الحائط بمكانه المناسب، علي ظاهر أيضا عم يوجه زملائه بمحاولة لمنع المعتوق. في حال سجل معتوق بالتأكيد رح يكونوا 38 دقيقة مطبوعين باسمه، ليه؟ لأنه المعتوق هو كان صاحب التمريرة الحاسمة يلي إجا منها الهدف الأول. الركلة الحرة معتوق عم يتقدم عم يسدد، الكرة بين يدي علي ظاهر، تصدى علي ظاهر لهالكرة، ما كانت بالقوة المطلوبة أو خلينا نقول ما كانت بالمكان المطلوب لتفاجئ حارس مرمى شباب الساحل. غريب شو صار مع علي ظاهر، هل تعرض لإصابة خلال محاولته التقاط الكرة؟ الحاج حمود علي ظاهر يبدو أنه أصيب بأحد أصابع إيده خلال التقاطه للكرة، يعني من الحالات يلي بيتعرض لها طبعا حراس المرمى بشكل كبير. يعني بهالأداء يلي عم يقدمه شباب الساحل، وفي حال الساحل طبعا قدر يخرج اليوم بنتيجة إيجابية، ما فينا نستبعد أبدا شباب الساحل من دائرة المنافسة على اللقب. هيدي بالإعادة تسديده لحسن معتوق والكرة يلي التقطها علي ظاهر،
علي ظاهر رح يتابع والمباراة رح تتابع نحن وياكم. على الجهة اليمنى مرة جديدة شباب الساحل مع كوليبالي بحثا عن هدف التقدم. أكيد عم نقرب أكثر وأكثر من نهاية الشوط الأول. ودقائق ثلاثة المتبقية أو أربع دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول. عدنان حيدر بيلعب الكرة للأمام ترجع من اللواتي للعواضة. نصار بمركز متقدم بالوقت الحالي وعواضة عم يكون بمركز الظهير الأيمن مكانه. أيضا موني موني عم يحافظ على كرته بعود للخلف ممتازة من موني الرؤية لعدنان حيدر. عدنان 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 بيتقدم عدنان عدنان محاصر. شوفوا كتلة وحدة بيدافعوا شباب الساحل. هذا أمر ممتاز ممتاز جدا بيدافعوا بعشر لاعبين. لاحظوا عشر لاعبين من الساحل بالحالة الدفاعية. هيدا هو التنظيم يلي عم بحكي عنه بالوقت يلي كرة أمامية ممكن يلعب العرضية. سان عواضة العرضية باتجاه الحاج مالك. لا تزال أنصارية. موني رح يلعبها للشبريكو بالفعل باتجاه الشبريكو مقطوعة من زهير عبد الله. مرة جديدة ما في تسلل للمرة. المعطوعة يهرب على الجهة اليسرى. المعطوعة بمر على الجهة اليسرى. شوف ممكن يعمل المعطوعة بمر جدا المعطوع. إنما علي عبود علي عبود كان صاحي وواعي تماما. مدافع الأنصار السابق عم يبلش الموسم بطريقة ممتازة. مدافع واعد جدا مع كرة الشبريكو للخلف لعند بوبكر كامارا بدو لعند البيطار من جديد لعند النصار. الضغط البريسنج اللي عم يعمله الساحل ممكن يخليه يسجل هدف ثاني لأنه عباس عطوي عم يطلق بهالكرة بشكل ممتاز. العطوي 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 بانتظاره داوودة. لكن المرة التمريرة ما كانت صحيحة من العطوي. شوفوا بالإعادة اللي عمله المعطوب بواجهة كوليبالي كيف مر بين كوليبالي وكوراني. وهون لولا التدخل عبود كانت الأمور ممكن تكون مغايرة. على كل حال فارس عم نقرب من نهاية الشوط الأول. برأيي النتيجة عادلة بهالشوط بانتظار أكيد إذا ما تغير شيء الدقائق 45 المتبقية رح تكون نارية من دون شك. دقيقتين على نهايه الوقت الاصلي لزمن الشوط الاول وتقريبا رح يعطي دقيقتين الوقت المحتسب بدل عن ضائع مش اكثر من هيك. بعد اصابه علي ظاهر حارس مرمى فريق شباب الساحل حاج حمود يلي عم يطلب من اللاعبين يتراجعوا عم يطلب من اللاعبين يرجعوا يساندوا الدفاع. مع كل هجمه انصاريه ممنوع يكون في ولا لاعب من فريق شباب الساحل بمنطقه الانصار. الكل لازم يرتدوا ليعملوا كثافه عدديه ودفاعيه. كره داخل منطقه الجزاء وعلي ظاهر اصيب والحكم عم بيقول في خطا. تدخل كان من اللواتي على علي ظاهر وسلامات لحارس مرمى فريق شباب الساحل. علي ظاهر تعرض للاصابه هون بكاحل قدمه بعد تدخل كان من اللواتي. خطا واضح كان من حسام اللواتي وحتى الحكم المساعد تيسير بدر عم بيرفع رايته ليعلن عن الخطأ وبطاقة صفراء للواتي. اللواتي عم بيحصل على انذار بهالمباراة. انذار لكوليبالي السنغالي وانذار للواتي التونسي لهلأ بهالمباراة. الفريقين متعدين بالنتيجة بالأهداف وبالبطاقات. بطاقة بطاقة. هيدا الشوط الأول عنوانه التعادل بكل شيء. حسام ما بينفع الاعتراض ما بينفع شيء ابدا. الحكم عطى البطاقه الصفراء خلص انسى البطاقه وركز. علي ظاهر رح يرجع يقوم لمتابعه المباراه. هذا التدخل يلي صار. حسام كان عم بجرب ياخذ الكره قبل ما يوصلها علي ظاهر. الانذار لحسام اللواتي وعم نقرب من نهايه الوقت الاصلي لزمن الشوط الاول. محمد حديد الحكم الرابع
يلي عم بحضر حاله ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع. يعني الحكام بيحكوا مع بعض. ابو بكر كمارا بيشتت بيبعد الكره لخارج الملعب. ثلاث دقائق بعد اصابه علي ظاهر الاخيره صاروا ثلاث دقائق، كانوا دقيقتين مثل ما توقعنا، بس اصابه علي ظاهر الاخيره بعد الاحتكاك مع حساب اللواتي الحكم اضطر يرفع ثلاث دقائق وقت محتسب بدل عن ضائع. ثلاث دقائق قدام الانصار قدام الساحل لنهايه الشوط الاول. هل رح تبقى النتيجه على حالها او رح تتغير بين الفريقين؟ جمهور الانصاري منه راضي ابدا عن التعادل، بده ربح، بده ينطلق، ما بده يكون بعيد ابدا خمس نقاط عن فريق النجمي. نصار نصار اللي غير جهه صار على الجهه اليسرى. نصار نصار وكره من الحاج مالك لخارج الملعب. شوفوا الحاج حمود كيف بهني الكوراني، كيف بشجع الكوراني، ما بيسكت ما بيهدى، بيرجع بعد كل مباراه ما في صوت مبحوح على الاخر. حاج حمود من افضل المدربين اللبنانيين اللي موجودين اليوم. عباس عطوي حكم بيقول ما في خطا، بكمل حسين عواطه. دخلنا بالوقت المحتسب بدل عن ضائع، اول دقيقه ونص انتهوا. المحاولات الاخيره لفريق الانصار، حسين عواطه على الجهه اليمنى، حسين عواطه، حسين عواطه وعلي عبود، وبالنهايه في خطا الحكم بيقول لصالح فريق شباب الساحل. علي عبود اللي بيحصل على الخطا، كثير اشي عنده يقوله نزار محروس لفريقه، كثير اشي عنده اياها الحاج حمود كمان يقوله للاعبي فريق شباب الساحل. هذا الخطا هون يلي صار على حسين عواطه. نرجع منذكر سوني سعد ما بيقدر يشارك بمباراة اليوم، غايب بسبب الإصابة، مثله مثل معتز باللهج نادي، ومثله مثل عبد الله طالب. معقول كثير نشوف عبد العزيز نداي بالشوط الثاني من المباراة حسب مجريات اللقاء. الشبريكو الشبريكو بيحصل على رمي التماس. كرة حاليا مع الشبريكو لموني. موني بغير اتجاه الكرة لعند حسن بيطار، حسن بيطار للواتي، اللواتي لعند عواضة، عواضة تراجع لمركز الظهير الأيمن ونزل نصار نصار بدلا منه بس بمركز الجناح الأيسر. يعني غيروا جناح وبينقل المعتوق لتاني ميل. كرة عالية لداخل منطقة جزاء سهلة لعند نزيه أسعد يلي بيطلع من مرمي. الحكم ماهر العلي عم يطلع على ساعته ليعلن نهاية الشوط الأول، وهيدا الشيء يلي بصير. الشوط الأول يلي عم ينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين. ربع ساعة رياحة، ربع ساعة بريك، ربع ساعة للاعبين ليخذوا تعليمات جديدة ويرجعوا وينطلقوا بالشوط الثاني مع 45 دقيقة رح تكون حاسمة بالنسبة للأنصار وبالنسبة لشباب الساحل. خليكم معنا بريك ومنرجع مباشرة من طرابلس.